أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص المراجعة، والتي سنخصصها بحول الله لتحديد معاني المصطلحات والمفاهيم الجغرافية، وهي موجهة إلى تلاميذي السنة الثانية بكالوريا مسلكي الآداب والعلوم الإنسانية، فعلى بركة الله. إذا قبل أن نشرع في هذه العملية أعزائي المتعلمين، لابد أن أشير إلى أن السؤال الذي يطرح في الوضعية الاختبارية الخاصة بالجغرافيا، وضعية الاشتغال بالوثائق في الامتحان الوطني من ضمن وضعيات أخرى محتملة، فهو يكون إما يعني سؤالا مهاريا يرتبط بتحويل جدول إحصائي أو جزء من الجدول الإحصائي إلى مبيان، أو سؤال يتعلق بتحديد معاني المصطلحات والمفاهيم الجغرافية. لذلك فهذا التحديد أعزائي المتعلمين يجب أن يكون دقيقا، مضبوطا، صحيحا، وكذلك مقتضبا في حدود سطرين إلى سطرين ونصف. إذا على بركة الله نبدأ أولا بمعنى العولمة. إذا فالعولمة هي ترجمة للكلمة الإنجليزية globalization وللكلمة الفرنسية mondialisation، لذلك تترجم بالكوكبية، بالشوملة، وأيضا بالعولمة، وكذلك بالكوننة، لكن المصطلح الذي شاع هو العولمة. فلغة أعزائي المتعلمين هي جعل الشيء عالميا، وأيضا إضفاء الصبغة العالمية عليه. أما اصطلاحا فهو مرحلة متقدمة في تطور النظام الرأسمالي، أي هو جزء من النظام الرأسمالي، ويسعى إلى توحيد السوق العالمية عن طريق الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية. لكن هذا لا يمنع أن للعولمة جوانب أخرى سياسية واجتماعية وثقافية. الهوية الثقافية أعزائي المتعلمين هي ذلك الشعور بالانتماء إلى مجموعة ذات قواسم مشتركة من حيث اللغة والدين والعادات والتقاليد والتاريخ والمصير المشترك، أو كما يسميها علماء الاجتماع. فالهوية الثقافية هي تلك اللحمة الاجتماعية، هي ذلك الإسمنت الاجتماعي الذي طبعا يربط الفرد بجماعة بشرية ما. الفاعلون الأساسيون في العولمة أعزائي هم الدول والحكومات، وكذا المنظمات الدولية كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، إضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والمدن العملاق. المنظمات الدولية أعزائي المتعلمين هي كل الأجهزة والمؤسسات الدولية الفاعلة في نظام العولمة، على سبيل المثال الحصر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. البنك الدولي أعزائي المتعلمين هو مؤسسة مالية دولية تابعة للأمم المتحدة، وقد تأسست هذه المؤسسة وهذا البنك سنة 1944، وهدفها تشجيع استثمار رؤوس الأموال في البرامج التنموية عبر العالم عن طريق تقديم الدعم والتمويل والاستشارة للدول التي تواجه مشاكل تنموية ومالية. أما صندوق النقد الدولي أعزائي فهو منظمة تابعة للأمم المتحدة كذلك، وقد أنشئ سنة 1945، ويوجد مقره أين أعزائي؟ يوجد مقره بواشنطن العاصمة الأمريكية، ويضم حوالي 189 دولة، ومن أهدافه ضمان الاستقرار الاقتصادي الدولي ومنح القروض للدول. نأتي بعد ذلك لتحديد معنى المنظمة العالمية للتجارة، وقد تأسست هذه المنظمة أعزائي سنة 1995، ويوجد مقرها حاليا بجنيف سويسرية، وهدفها ضمان حرية المبادلات التجارية وتحرير الاقتصاد العالمي من القيود الجمركية. الشركات متعددة الجنسيات اللي فيغ ملتي ناسيونال أعزائي تسمى أيضا بالشركات العابرة للحدود، بمعنى أنها لا تتقيد بموطن معين، قد يكون موطنها أصلي بلدا ما، ولكن لها فروع منتشرة ومنبثة في مختلف أنحاء العالم. إذا فهي شركات عملاقة ذات رأس مال ضخمة، وتقوم بأنشطة متنوعة تجارية، صناعية، مالية وغيرها. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، كما يدل على ذلك اسمها أعزائي، ONG أورغانيزاسيون نو غوفيرنمونتال، هي منظمات ذات نفع عام، بمعنى أنها غير ربحية ولا تسعى لتحقيق ربح مادي. بعضها أيضا له فروع في مختلف أرجاء العالم، وما يميز أعزائي أنها مستقلة عن الدول والحكومات وكذا المؤسسات الدولية، وتنشط في ميادين مختلفة حقوقية، اجتماعية، بيئية.
من أبرز هذه المؤسسات نجد مثلا أعزائي منظمات السلام الأخضر غرينبيس التي تنشط في ميدان حماية البيئة، أيضا منظمة أتاك المنتدى الاجتماعي العالمي وغيرها. المدن العملاقة أعزائي أو ما يسمى بالميغالوبوليس هي مدن وتجمعات حضرية ضخمة ومتجاورة فيما بين على مسافات طويلة، كما هو الحال مثلا بالميغالوبوليس الأمريكي في الولايات المتحدة أو الياباني في اليابان أو كذلك الأوروبي داخل الاتحاد الأوروبي. المجال العالمي الإسباس مونديال أعزائي ويقصد به العالم بمختلف قاراته ومحيطاته وبحاره، ولكن أيضا الترابطات وكذلك العلاقات التي تنسج داخل هذا المجال، وينتظم طبعا في مجموعات تراتبية حسب مستوى تنميتها الاقتصادية والبشرية. المجال المتوسطي إسباس ميديترانيا هو مجال جغرافي ولكن أيضا جيوتاريخي وثقافي، يضم الدول التي تشرف أعزائي على حوض البحر الأبيض المتوسط أو التي لها ثقافة متوسطية، ويشكل نقطة التقاء بين دول إفريقية وآسيوية وأوروبية أو ما يسمى بقارات العالم القديم. نمر بعدها أعزائي المتعلمين إلى تحديد المجالات التراتبية في المجال العالمي حسب درجة اندماجها في نظام العولمة. إذن لدينا المجالات المهيمنة وهي دول الثالوث العالمي الأتخياد، ونقصد بها أعزائي الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي واليابان. أما المجالات المندمجة في نظام العولمة فهي تشمل القوى الصناعية الجديدة في آسيا الـ NPE Nouveau Pays Industrialisé، وهي التنينات الأربع والنمور الآسيوية، وأيضا القوى الصاعدة أو ما يسمى اختصارا بالبريكس. مجالات أخرى في طور الاندماج فهي الدول النامية والسائرة في طريق النمو بكل من أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. عدم التكافؤ بين الشمال والجنوب معناه أعزائي هو كل التفاوتات الحاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية، الدول الصناعية مقابل الدول غير الصناعية، من حيث ماذا؟ من حيث مؤشرات الثروة وكذا السكان أو الثقل الديمغرافي ومستوى التنمية البشرية والتكنولوجيا وغيرها من المؤشرات. التحدي السكاني لا شك أعزائي هو من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة أو النظام العالمي، ويقصد بها الزيادة السريعة لسكان الكرة الأرضية منذ منتصف القرن العشرين، وما تطرحها طبعا هذه الزيادة من تحديات إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي. التحدي البيئي لا شك أعزائي هو أيضا من بين أكبر التحديات التي تواجه الإنسان والبشرية جمعاء، والمقصود بها أو المقصود به اختلال توازن المنظومة البيئية بسبب استغلال مواردها بطريقة غير عقلانية غير رشيدة، وتتجلى انعكاسات ذلك على الخصوص في الاحتباس الحراري إفيت سير، التغيرات المناخية، التلوث بمختلف أشكاله. نأتي بعد ذلك لتحديد معنى أعزائي الاتحاد الأوروبي. إذن فالاتحاد الأوروبي هو منظمة جهوية وسوق موحدة تسمح بالتنقل أولا الحر للبضائع والسلع وكذلك الرسائل والأشخاص داخل، إذن الأشخاص استثناء فقط في مجال شينغن. وقد تأسس بموجب معاهدة ماستريخت 1992، وبالتالي فقد عوض ما كان يسمى سابقا بالسيو أي المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وطبعا يضم حاليا 27 دولة أوروبية خصوصا بعد خروج بريطانيا في بداية هذا العام فيما يعرف بالبريكسيت. مجموعة أمريكا الشمالية أو اختصارا ألينا بالفرنسية أو نافتا بالإنجليزية، إذن هي اتفاق للتبادل الحر الأمريكي الشمالي، وقد تأسس سنة 1994 ويضم ثلاثة بلدان وهي من الشمال إلى الجنوب كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. نأتي بعد ذلك أعزائي لتحديد معنى تجمع دول جنوب شرق آسيا اختصارا آسيان، هو منظمة أو رابطة جهوية تأسست سنة 1967 وتضم حاليا 10 دول تنتمي كلها إلى جنوب شرق آسيا. الاندماج الشامل أعزائي هو مسعى أي غاية تسعى إلى تحقيقها تكثلات الجهوية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي، وأعضاؤه يسعون إلى تحقيق الاندماج
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري فيما بينهم. بمعنى آخر أن الاندماج الشامل لا يقتصر على ميدان دون ميادين أخرى. الاندماج الجهوي أعزائي، الفرق بينه وبين الاندماج الشامل أن الاندماج الجهوي هو اتفاق مجموعة من الدول ذات انتماء جغرافي أو ثقافي في نواحي معينة وفي نواحي بعينها، إما اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو ثقافية مثل ألينا. فالألينا معروف أنها عبارة عن اتفاق للتبادل الحر، بمعنى أنه يهم الجوانب الاقتصادية والمالية بالأساس. التبادل الحر أعزائي المتعلمين هو مفهوم اقتصادي يشير إلى تبادل السلع والخدمات أي الخيرات الاقتصادية بين الدول دون الخضوع للرسوم والقيود الجمركية. ما معنى قوة اقتصادية عظمى؟ هايبر بويسونس، سوبر بويسونس، إذا كلها أسماء تشير إلى خاصية اقتصادية توصف بها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أول قوة اقتصادية في العالم أعزائي. قوة فلاحية معناها أيضا، وهي عبارة عن تعبير اقتصادي ويشير إلى ماذا؟ إلى احتلال بلد ما رتبة متقدمة في الإنتاج الفلاحي على الصعيد العالمي. قوة صناعية هي أيضا تعبير اقتصادي يشير إلى تفوق بلد ما وقوته في فروع صناعية معينة من حيث إما الإنتاج أو التنوع أو التكاملية على الصعيد العالمي. قوة تجارية كبرى ومعناها أعزائي استحواذ أو سيطرة بلد ما على حصة هامة من المبادلات التجارية العالمية. التأهيل البشري معناه أعزائي تزويد الفرد بمختلف المعارف والمهارات والخبرات الضرورية من أجل اندماجه في محيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي. إذا لا يمكن أن نتحدث عن إقلاع اقتصادي وإقلاع تنموي وطفرة تنموية بدون الاهتمام بالعنصر البشري، بالرأسمال البشري. إذا فالرأسمال الحقيقي لأي بلد يبقى دائما من خلال تجارب مختلفة يبقى هو الإنسان والرصيد البشري. قوة اقتصادية صاعدة أو قوة اقتصادية ناشئة كما تسمى هي أيضا أعزائي خاصية اقتصادية تنطبق على من؟ على بعض الاقتصاديات العالمية التي حققت نسب نمو مرتفعة ومسترسلة، بمعنى متتابعة مستمرة متصلة زمنيا بفضل نهجها لسياسة التصنيع كرافعة اقتصادية لكي تلتحق بالدول المتقدمة مثل دول بريكس على سبيل المثال الصين والبرازيل. تفاوتات في التنمية البشرية أعزائي معناها كل التفاوتات والتباينات المسجلة في مؤشرات معينة سوسيو اقتصادية ومجالية كتعليم الكبار، أمد الحياة، الدخل الفردي، نسبة الفقر المادي وغيرها، إما بين بلدان المجال العالمي أو أحيانا بين أقاليم البلد الواحد. نمو اقتصادي حديث هو أيضا خاصية اقتصادية أعزائي المتعلمين تشير إلى الدول الصناعية الجديدة في آسيا كالتنينات الأربع والنمو الآسيوية والتي اعتمدت في نموها على الصناعة منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من أجل تحقيق إقلاعها الاقتصادي، وقد حدث أو اتخذت كمثال لها وكمثال يحتذى به اليابان. لذلك نجد مثلا أن بلدان ككوريا الجنوبية كتايوان حققت نموا اقتصاديا هائلا لنتيجة لاعتمادها على سياسة التصنيع. إذا ختاما أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وألقاكم في حصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.